النشرة الرئيسية مشاهدينا، أهلا بكم. إذا تبقى الأجواء غير مستقرة من شرق العاصمة إلى كل مناطق الشمالية الشرقية في صبيحة نهار الغد، بحولها تكون متبوعة بغيوم كثيفة وأمطار. الأمطار هذه تقدر تكون محليا معتبرة على المناطق، خاصة على المناطق الساحلية الشرقية للوطن. سماء ملبدة إلى غائمة في بعض الأحيان على المناطق الشمالية الوسطى، بينما يتشكل الضباب على كل المناطق الساحلية الغربية للوطن، يكون متبوع ببعض السحب الوسطى. أيضا سحب كثيفة تعبر على المدن الهضاب العليا الشرقية، فيما تبقى عموما الأجواء مستقرة في صبيحة نهار الغد بحولها على شمال الصحراء، الصحراء الوسطى حتى الأقصى الجنوب الجزائري. بينما خلال الظهيرة إن شاء الله نرتقب سماء ملبدة على كل السواحل الوسطى وحتى على الغربية، وأيضا على المناطق الداخلية والهضاب العليا الشرقية للوطن، بينما تبقى غيوم كثيفة والأمطار تهم أقصى شمال الشرق الجزائري. سماء صافية تماما ومشمسة على المناطق الجنوبية الغربية، الخط اللي يربط ما بين بشار حتى التيندوف مورانبي بني عباس، وأيضا على الصحراء الوسطى شمال الصحراء مرتفعات الهوغار والتاسلي، وحتى على أقصى الجنوب الجزائري بعض الزوابع الرملية الموسمية تبقى تنشط على وسط الصحراء، وأيضا رياح معتدلة إلى قوية محليا تخلي بعض الزوابع الرملية تنشط على الخط اللي يربط ما بين غرداية حتى المنطقة تورقلا. درجات الحرارة المنتظرة في صبيحة نهار الغد إن شاء الله 10 درجات على عنابة، 9 درجات على الجزائر العاصمة، 8 درجات على وهران، 5 درجات تسجل على كل المناطق الداخلية للوطن، درجتين فقط تحت الصفر تسجل على الهضاب العليا الغربية، طقس بارد أيضا على الهضاب العليا الشرقية، درجة صفر تسجل على تبسة الجلفة وحتى على الغواط، 10 درجات على أدرار، 9 درجات على منطقة غردايا ورقلة حتى العين أميناس، 5 درجات على مرتفعات الهوغار والتاسيلي، 10 درجات على بني عباس، 11 درجة على منطقة تندوف، وأيضا على برج بجي مختار وعين قزام. خلال الظهيرة إن شاء الله تبقى درجات الحرارة في المعدل الفصلي 15 درجة على الجزائر العاصمة، 16 درجة تسجل على وهران مستغانم وحتى على بني صف، تنخفض قليلا على المناطق الشمالية الشرقية وين تسجلوا 14 درجة على عنابة سكيكدا وحتى القالة، 12 درجة تسجل على تيزي وز والبويرة وحتى على سوق هراس، 14 درجة على غليزان معسكر وسيدي بلعباس، 16 درجة أيضا على شمال الصحراء الواحات وحتى على منطقة الصورة، 21 درجة على أدرار، 22 درجة في كل من رقان وحتى على تامنراست وجانات، 20 درجة على منطقة عين أميناس، 19 على بني عباس، 20 درجة أيضا تسجل على أقصى الجنوب الغربي على غرج بلاد وحاسي منير، هذا بمنطقة تندوف، بينما على تبسة الجلفة الغواط البيض والنعامة نسجلوا 8 درجات إن شاء الله و23 درجة، هذا كأعلى مقياس على برج بجي مختار تيمياوين وحتى على عين أزاوة. البحر سيكون إن شاء الله غدا مضطرب على السواحل الوسطى وحتى الغربية، رياح تكون من غربية إلى شمالية غربية تصل سرعتها حتى 40 كيلومتر في الساعة، بينما نرتقب بحر هائج على كل السواحل الشرقية للوطن، رياح تكون شمالية غربية تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة. بينما مشاهدينا نختم هذه النشرة الجوية وكالعادة بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة وضواحيها لغدا بحول الله السبت 27 ديسمبر 2014، الشروق راح يكون على الساعة 7:58 دقيقة، والغروب سيكون بحول الله على الساعة 5:39 دقيقة. مشاهدينا هذه المواقع الإلكترونية راهي دائما في الخدمة للمزيد من المعلومات ما يخص البيئة وحتى الجو. أشكركم على كرم المتابعة.